السيدة سوريا إسماعيل رئيسة التنفيذي لأمانة العربية، بدرح فيك عبر موقع الفان. خبرينا اليوم أكثر عن هالعشاء الخيري وشو بتقولي اليوم لكل الحضور. شكرا على استضافتي معكم وعلى وجودكم معنا دائما. هيدا الحفل اليوم او العشاء الخيري هو لحشد التبرعات او الموارد لدعم برامجنا ومشاريعنا اللي بننفذها بالمدارس وبالجامعات مع الاطفال والشباب لوقايتهم ضد اي سلوك خطر ولنشر الوعي بين صفوف الشباب. لما اقول سلوكيات خطره عم بحكي عن الادمان، عن الدخان، عن التنمر، عن الاكتئاب، عن القلق، كل الظواهر السلبيه اللي ممكن الشباب يعانوا منها، ونحن بنحاول انه نوجههم للطريق الصح وندربهم او ويمنترهم لحتى يروحوا لمستقبل افضل ويكون عندهم فرص عمل افضل كمان. فيعني اليوم العشاء بضم نخبه من المجتمع والفنانين والاعلاميين الاشخاص اللي حابين يدعمونا ويكونوا معنا. مين الاعضاء بالمؤسسه؟ في كتير أعضاء، عنا أعضاء مجلس أمناء برئاسه الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، وعنا أكيد الملكة سيلفيا اللي هي ملكة السويد بترأس المؤسسة على المستوى العالمي، وفي أعضاء موجودين معنا كتير بمجلس الأمناء، وعنا لجنة علمية اللي هي بتضم أخصائيين ومستشارين من علماء نفس، من علماء اجتماع، من مدربين، هن they oversee كل البرامج اللي نحن بنعملها يتأكدوا إن هي مبنية على أسس علمية. وعندنا لجنة اللي هي لجنة أصدقاء المؤسسة اللي بتضم نخبة من الفنانين والإعلاميين والكتاب اللي بدعمونا كمان من وقتهم ومجهودهم ووجودهم معنا. شو رسالتك اليوم لكل شاب أو صبي بيتعرضوا لتنمر أو أي بيصادفوا أي مشكلة اجتماعية؟ صراحة رسالتنا اليوم تشوف melodies of youth empowerment، يعني تمكين الشباب من خلال الفن، من خلال الرياضة، من خلال نعطيهم أمل، جرعة أمل، وأهم شيء resilience، أنه يقدروا يصمدوا. يعني التحديات كثير صارت كبيرة اللي عم بيمرقوا فيها، سواء بطالة، سواء الأوضاع الاقتصادية المتردية، السياسية، الاجتماعية، الكورونا، كثير مرقوا بضغوطات الشباب، يعني في منهم فقدوا الأمل أنه يكون عندهم مستقبل. فأنا بقول لهم دائما في أمل، دائما في جهات مثلنا حاضنة وبتدعم وبتوثق بهي المواهب والكفاءات الشاب اللي موجودة بالأخص العربية، ونحن مستعدين لندعمها. فdon't lose hope، ويكون دائما عندكم resilience وصمود. موفقين، من شد عائدكم، وشكرا كثير لك. شكرا لك. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.